في إقليم كاتالونيا الإسباني رفض أعضاء حزب اليسار الراديكالي كوب منح أصواتهم لليميني أرتور ماس المرشح لرئاسة حكومة الإقليم. على الرغم من توافق ائتلاف أرتور ماس اليميني وحزب اليسار الراديكالي حول مسألة انفصال كاتالونيا، غير أن اليساريين يبدون تحفظا على شخص ماس، ما لم يتمكن ائتلاف اليمين من ترشيح شخص آخر يرضى عنه اليساريون لرئاسة الحكومة ستعقد انتخابات تشريعية مبكرة في كاتالونيا.